يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول علماء الفلك إنما بعد سمائنا الدنيا لا يوجد إلا فضاء. إنما إيش؟ يقول علماء الفلك إنما بعد سمائنا الدنيا لا يوجد إلا فضاء، فهل هذا الفضاء هو دون السماء الدنيا الأولى أم ماذا؟ وهل قولهم صحيح؟ علماء الفلك المعروف عنهم أنهم ما يثبتون سماوات، ويقولون بالمجموعة الشمسية أن الأفلاك كلها تدور على الشمس، بما فيها الأرض تدور على الشمس، وهذا كذب، هذا مخالف للقرآن، لأن الشمس ثابتة وأن الأفلاك تدور عليها، والأفلاك دون السماوات، دون السماوات في الفضاء، كل في فلك يسبحون. ومنهم من يقول إن الأفلاك في السماوات، لكن صحيح أنها دون السماوات، أن النجوم دون السماوات في أفلاكها. نعم.